الله تعالى وبركاته. هذو اليوم كوريات اللي حين يكونوا مغلفين بشيكولا ولوز إفيلي ولا كاوكاو إفيلي، وفيهم البيض مغلي في العجينة. راح نديرو 125 غرام تاع الزبدة طرية، اللي ما عندكمش الميزان عبروا نص علبة تاع 250، زيدوا ليها نص كاس تاع سكر غلاس، نخلطوهم مع بعض. نخلط السكر مع الزبدة حتى يدخل مليح السكر مع الزبدة يولي هكا كريمة. راح نضيف مغرفة صغيرة تاع لافاني، وراح نضيف صفار البيض نفتو مغلي، نخلو حتى يبرد، زوج صفار بيض، نخلط، وراح نضيف كاس إلى ربع تاع الزيت، نخلط، نزيد قرصة تاع الملح. دروك راح نبدا نضيف الفرينة مغربلة، مع مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى، ونخلط. الفرينة دايما نديرو بشوي، ما نديروش على مرة باش ما نتحصلوش على العجينة تكون ناشفة. العجينة تاعنا غير نخلطوها، يعني ما نعجنوهاش، نلموها فقط. بعد ما لميت العجينة وتحصلوا على هذه العجينة تكون طرية، يعني ما تلصقش في اليد بصح طرية كما راكم تشوفوا، راح نشكلوا كرات. تبغوا توزنوهم بالميزان ديروهم 25 غرام ولا 20، تبغوا تكوروا غير بيديكم عينكم ميزانكم. انا حندير غير بعيني ميزاني بهذا الشكل هذا، ونحطوهم في البلا اللي يدخل فوق. نزيدوا حبه، نقصوا شويه على فيهم الخميره حتى يخمروا بهذا الشكل هذا. درك راح ندخلهم للفوق باش يطيبوهم بعد نزينوهم. بعد ما طابوا من الحلوى، انا ذوبت شويه تاع الشيكولا شوكولا نواق في البان ماري، وعندي هنا لوز ايفيلي محمص ولا ديروا كاوكاو ايفيلي محمص. راح ندخل الحبه في الشيكولا نغطسها. الشيكولا هذه بزدت لها الحليب وذوبتها على البان ماري، نقطرها، قطروها مليح. ونرمدوها نحطوها هكا في لوز ايفيلي، حمصتو شويه باش يجي شويه بنين، وراح نحطهم في الكيسات، نحطهم بهذا الشكل في الكيسات.